شوط المباراة الأول لركلة جزاء. ركلة جزاء كانت ضايعة للعين عن طريق سفيان رحيمي، هو اللي أضاعها وهو من أهدرها، لكن الآن هو من يتسبب في ركلة الجزاء الثانية. الأولى تسبب فيها سعيد سامة، مغربية عينوية للمغربي سفيان رحيمي القادم من الرجاء. جوانكا على التنفيذ، كريستيان جوانكا في مواجهة الحارس النصراوي أحمد شامبي. جوانكا حاطها ويتقدم الزعيم. في الشوط الثاني تأتي الابتسامة لزعيم على حساب العميد. لقد شوط المباراة الثاني، لاحظ هنا سفيان رحيمي كان مع غلوبر ليما، واحتساب ركلة جزاء، التقدم والتسجيل لكريستيان جوانكا، العين هدف النصر لا شيء.